عبد الله ليش فايت الست مرات يا ابني عبد الله؟ سامعني يا عبد الله؟ شو كنتك يا آلاء؟ سكري المايك يا إسراء، سامعيني يا ابني؟ ما سمعت شو كاتبتي لي يا آلاء. آلاء ما سمعت شو كاتبتي لي يا بنتي. ما في مشكلة يا إسراء. عبد الله ليش فايتت 3 مرات يا عبد الله؟ عبد الله فايتت 3 مرات. حذفت 2 عبد الله. سامعني يا عبد الله. شو بس عم أعوض يا آلاء؟ شو بس عم أعوض؟ مالي فاهمة شو بس عم أعوض؟ أعطيني التمرين أو أعطيني الصفحة حتى أشرح لك الشيء اللي مالك فاهمة أنت. عبد الله مرة ثانية، عبد الله ليش فايت 3 مرات يا عبد الله؟ فايت 3 مرات يا عبد الله، حذف 2 وخليك بمرة واحدة يا ابني، هلا بتشوش علينا. هلا فهمت عليك يا لا، انت بالسي 4 ما في مشكلة، اهلا وسهلا. ما فينك تحضري ابدا بالسي 5 ولا بس المحاضرة؟
شوفي إذا كان إسرائيل عم يقطش، إسراء عم يقطش السوق، سكري واطلعي وادخلي برة تانية. ما في مشكلة يا آلاء، ما في مشكلة. مرة ثالثة ورابعة وخامسة يا عبد الله، ليش فايت 3 مرات يا عبد الله؟ يبدو مو سامعني يا عبد الله. فات وراح، فتح وراح. فتح المايك يا إسراء، سكري المايك يا إسراء. إذا حدا فتح المايك بشوش عليكم. أيوه، هلا صوتك واضح؟ أعطوني أوكي إذا الصوت واضح. دقيقة واحدة رح نستنى وبدي أبدأ محاضرتي. مساء الخير يا ابني، رح نحاول الآن هلا ندخل بهالمحاضرة بالفصل الثاني. إذا نحن أمام الفصل الثاني، هي صفحة الشرح تبعنا اللي بالعادة نستخدمها طبعا، مشان حتى كل شيء شغلات صعبة اشرح لكم إياها بشكل دقيق. إذا نحن أمام الفصل الثاني حل المعادلات الرياضية حل المعادلات الرياضية وطرائق الحل. هذا عنوان المحاضرة تبعنا يا جي. ايه ما في مشكلة يا إسراء، يعني يلا. إذا نحن رح نبدأ بحل المعادلات الرياضية من أول معادلة، وبنمشي شوي شوي بالترتيب حتى نصل للمعادلة اللي أنا بدي إياها. ماشي أمورنا؟ ماشي أمورنا. الآن إذا هلا هون رح أكتب لكم المعادلة الرياضية من الدرجة الأولى. هاي أبسط معادلة، الشكل العام لها هو عبارة عن AX زائد B ويساوي C. هاي الإشارة ممكن إشارة ناقص، ما بيهمني أنا. المهم يعني يلي بيهمني إنه A يجب أن لا تساوي الصفر. إذا A يجب أن لا تساوي الصفر. هاي معادلة درجة أولى، كلياتنا بنعرف بنحلها، مستحيل يلتقى طالب ما يعرف يحلها.
ففي هيك حالة مثل ما تعلمنا انه بننقل المعلم لجناب والمجاهيل لجناب، فبصير عندي سي ناقص بي ومنه اكس ويساوي الى سي ناقص بي على ايه. شايفين ليش فرضنا الاي لا يساوي الصفر؟ شايفين كيف ليش فرضنا الاي لا يساوي الصفر؟ انا هلا بنميز حالتين، اذا كانت السي تساوي البي، اذا كانت السي تساوي البي عندئذ بيكون عندي صفر، اذا بيكون عندي اكس يساوي الصفر، وبالتالي لدينا حل صفري او حل معدوم او حل تافه، اسمه حل تافه، شو بدكم سموه. اما اذا كانت سي لا تساوي البي عندئذ بيكون لدينا حل وحيد، شو بيكون عندي؟ حل وحيد يا ابني. لاحظين يا ابني، اذا هاي المعادلة من الدرجة الاولى، ما في طالب الا ما بيعرف بحل المعادلة من الدرجة الاولى ابدا، مستحيل. ماشي امورنا، ما في داعي اخذ مثال لانه كلها بنعرف. اذا الان هلا المعادلة من الدرجة الثانية، عم ناخذهم شوي شوي. المعادلة من الدرجة الثانية، لاحظوا على أن المعادلات اللي بدي اشتغل فيها كلياتها بمجهول واحد، المعادلات اللي عم اشتغل فيها كلياتها بمجهول واحد. الشكل العام للمعادلة من الدرجة الثانية هو عبارة عن ايه؟ اكس مربع زائد او ناقص بي اكس زائد او ناقص سي ويساوي الصفر. طبعا كمان ايضا ايه يجب ان لا تساوي الصفر، لانه لو الاي ساوية الصفر عندئذ بيكون عندي معادلة درجة اولى، انا ما بدي بالمعادلة من الدرجة الاولى. اذا هذا هو الشكل العام للمعادلة من الدرجة الثانية. حتى نحلها في عندي اربع طرق للحل. اول طريقة، طريقة التحليل المباشر. تحليل مباشر يعني يلي نفتح قوسين بنحلل لقوسين، شايفين كيف؟ تحليل مباشر. ثاني طريقة، طريقة المميز. ثالث طريقة، إذا كانت السي معدومة، وين السي؟ هي إذا كانت صفر شلون بتنحل المعادلة. رابع طريقة هي طريقة الإتمام لمربع كامل، الإتمام لمربع كامل. طريقة الإتمام لمربع كامل ما بنستخدمها مطلقا إلا بالتكامل، إلا بالتكامل نحن ما بنستخدمها مطلقا، بيستخدموها طلاب الهندسات وطلاب العلوم قسم الرياضيات، ولذلك نحن رح نشتغل بهالطرق الثلاثة. رح أعطي مثال هون ورح أعطي مثال هون على المميز ورح أعطي مثال هون يا ابني، بس مشان حتى نتذكر. كله مادر معكم بالمرحلة الثانوية يا ابني، بس بدي أعطي أمثلة مشان حتى نتذكر، لأنه احتمال شي واحد من بيناتكم يكون نسيان. إذا الآن مسحنا، هلأ الأمثلة. إذا كانت عندي المعادلة إكس مربع ناقص 3X ناقص 4 يساوي الصفر، الآن بدي حلها. الآن نفتح قوسين، هي قوسين، هذا هو التحليل المباشر عن طريق قوسين. هون بنحط إكس، هون بنحط إكس، هون بنحط واحد، هون بنحط أربعة، وهون بحط ناقص، وهون بحط زائد. هذا هو الحل. إذا الحل إما أن يكون إكس يساوي ناقص واحد، أو أن يكون إكس يساوي إلى زائد أربعة. هذا هو الحل.
ومفروض يعني كلياتنا نعرف نحل المعادلة من الدرجة الثانية بهذه الطريقة، أسهل طريقة للحل. الآن مسحنا الحالة الثانية، إذا كانت المعادلة بالشكل التالي: إكس مربع ناقص 3 إكس والسي معدومة. إذا كانت السي معدومة عندئذ بهيك حالة شغلتها بسيطة، منطالع الإكس عامل مشترك وبصير عندي المعادلة بالشكل التالي: إذا إما أن يكون إكس يساوي الصفر أو أن يكون إكس يساوي إلى 3، هذا هو الحل. كمان أيضا المعادلة بسيطة جدا للغاية. الآن الحالة الثالثة تبع الحل هي عبارة عن المميز. إذا كانت لدينا المعادلة A إكس مربع، هي الطريقة العامة والشاملة، هي الطريقة العامة والشاملة لحل المعادلة من الدرجة الثانية يا ابني، زائد C ويساوي الصفر. لحل المعادلة هي من الدرجة الثانية، شايف كيف؟ من خلال المميز. إذا بنجي أول شيء بنحسب المميز، المميز يساوي ب مربع ناقص 4 AC. ما ننسى نحن فرضنا بأنه الـ A لا تساوي الصفر، لا تنسوا بأنه فرضنا الـ A لا تساوي الصفر. عم بمشي شوي شوي مشان الطالب إذا نسيان يتذكر. الآن بعد ما بنحسب المميز بنميز ثلاث حالات، مشان هيك اسمه المميز، بنميز ثلاث حالات. أول حالة إذا كان المميز موجب، عندئذ بيكون عندي جذران مختلفان، جذران مختلفان. الجذرين المختلفين، سكري المايك يا إسراء، بينعطوا من خلال المعادلة التالية: إكس واحد وإكس اثنين ويساوي خط كسر ناقص ب زائد ناقص جذر الدلتا على 2 ايه. اذا هي العلاقة يلي بتعطيني الجذرين المختلفين، ما في مشكلة يا اسراء. هي في حال اذا كان المميز موجب. اما اذا كان المميز معدوم، عندئذ بيكون عندي جذران مختلفان، ولكن نحن بهيك حالة باعتبار عندي الدلتا يساوي الصفر، إذا راح يكون في عندي جذر مضاعف، جذر مضاعف. هذا الجذر هو عبارة عن إكس واحد ويساوي إلى إكس اثنين ويساوي إلى خط كسر ناقص ب على 2 ايه. كل واحد رح ناخذ له مثال يا ابني مشان حتى نتذكر. الحالة الثالثة للمميز، إذا كان المميز سالب، دلتا سالب، أي أسهل حالة بنجي بنقول له بأنه إذا كان المميز سالب فيكون لدينا مستحيلة الحل، المعادلة مستحيلة الحل، لأنه نحن بدنا حلول حقيقية وليست جذور أو حلول تخيلية. نحن ما لنا علاقة بالحلول التخيلية أو الجذور التخيلية. واضح تمام؟ رح ناخذ مثال على كل حالة من الحالات. إذا مسحنا، نبدأ بالحالة الأولى. إذا كانت لدينا المعادلة على الشكل التالي: إكس مربع ناقص 4 إكس ناقص 5 تساوي صفر، بدي حل المعادلة. أول شغلة بحسب الدلتا، إذا دلتا وتساوي
ايه مربي مربع ناقص 4 ايه سي ويساوي الب هي ناقص 4. شوفوا الب عم اشير عليها، الب ناقص 4 مربع 16 ناقص 4 الاي واحد، هاي الاي الاي امثال اكس مربع، والسي ناقص 5. شايفين شلون حطيناها ضمن قوسين؟ ويساوي اذا 16 ناقص من ناقص زائد 20، اذا المميز ويساوي 36. اذا موجب، اذا عندي جذرين مختلفين، عندي جذرين مختلفين. الآن أول جذر هو عبارة عن إكس واحد ويساوي إلى، عم بكتب لكم الآن العلاقة تبعه، ناقص ب زائد جذر الدلتا على 2 ايه، منبدل ويساوي خط كسر ناقص، والب ناقص 4 فبصير زائد 4 زائد جذر 36 6 على 2، إذا بيعطيني 5. هذا أول جذر. الجذر الثاني هو عبارة عن إكس 2 ويساوي خط كسر ناقص ب ناقص جذر الدلتا على 2 ايه ويساوي خط كسر ناقص ب، ب ناقص 4 بصير زائد 4 ناقص 6 على 2 ويساوي ناقص 1. هذه هي حلول المعادلة بطريقة المميز. شايفينها؟ هذا أول مثال. نأخذ مثال آخر، مسحنا مسحنا. إذا كانت لدينا المعادلة بالشكل التالي، إكس مربع زائد 4 إكس زائد 4 ويساوي الصفر، نحسب المميز تبع دلتا ويساوي إلى، عم اكتب عشان حتى تتذكروا وتحفظوه، ب مربع ناقص 4 اي سي. إذا ويساوي الب هي عبارة عن 4 بتعطيني 16 ناقص 4 مضروب ب1 مضروب ب4 نتيجة ويساوي صفر. إذا المميز صفر. 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 يا عبد الله يا عبد الله، ليش فايت 6 مرات؟ عبد الله فايت 6 مرات يا ابني وفاتح المايكات بهال6 مرات، ليش يا ابني؟ واحد من بيناتهم من بيناتكم كتبوا له عبد الله ليش فايت 6 مرات وفاتح المايك؟ يبدو ما عم يسمعنا او ما عم يعرف يستخدم هالادوات تبع المحاضرة. لما بيكون واحدكم فاتح المايك انا بسكت ما بقدر بحكي لانه بيشوش عليكم الصوت. طبعا هذا اذا كان موجود ما فتح وراح، اذا ما فتح وراح عندئذ منين بده يقرا ومنين بده يسمع؟ وش الحال؟ بدا عم يسكر لسه في 3، لسه يا عبد الله فايت 3 مرات وبكل مره فاتح المايك. ممتاز، يلا اطلع سكر المايك. هلا عبد الله سكر المايك يا ابني. ايوه
ممتاز، هلا هيك ممتاز. انتبه ثاني مرة يا ابني حتى ما تشوش عليها. إذا الآن بنرجع حسبنا المميز، إذا المميز معدوم شايفينه، فمعنى ذلك بيكون عندي جذر مضاعف، إذا إكس واحد ويساوي إكس اثنين ويساوي إلى خط كسر ناقص ب على اثنين إيه، ويساوي خط كسر البي أربعة بيعطيني ناقص أربعة على اثنين ويساوي إلى ناقص اثنين. هذا هو جذر المضاعف تبع المعادلة، شايفينه؟ بهيك حالة بنكون حلينا المعادلة. الآن مثال على الحالة الثالثة، إذا كان عندي المعادلة إكس مربع زائد 4x، معادلة ما لا على التعيين، كتبوها بالشكل اللي بدكم يا، زائد 15 يساوي الصفر. نحسب المميز، إذا دلتا ويساوي إلى ب مربع ناقص 4 إيه سي، نبدل ويساوي ب مربع 16 ناقص 4 مضروبة بواحد مضروبة ب15، إذا النتيجة سالبة، إذا المميز سالب. بنيجي بنكتب له المعادلة مستحيلة الحل. واضح تمام يا ابني؟ إذا بهيك حالة بنكون أخذنا الطرق الثلاثة تبع حل المعادلة من الدرجة الثانية. واضح تمام؟ الآن هلا نأتي إلى المعادلة من الدرجة نون. إذا المعادلة من الدرجة نون شلون بدنا نحلها؟ إذا حلينا المعادلة من الدرجة الأولى، حلينا المعادلة من الدرجة الثانية، هلا المعادلة من الدرجة نون، المعادلة بشكل عام. الآن الشكل العام للمعادلة من الدرجة نون هو على الشكل التالي: A صفر زائد A واحد إكس واحد زائد A اتنين إكس اتنين زائد A تلاتة إكس تلاتة زائد إيه أربعة إكس أربعة زائد نقاط زائد إيه نون إكس نون يساوي الصفر. هي المعادلة من الدرجة نون، شايفينها؟ الاي صفر والاي واحد والاي اثنين هي كلياتها ارقام، كلياتها ثوابت. واضح تمام؟ طبعا الاي نون لا تساوي الصفر، ماشي امورنا. الان لحل هذه المعادله يا ريت تنتبهوها، لحل هذه المعادله شلون بدنا نساوي؟ اكتبوا لي هون، هناك نظريات لحل هذه المعادلة. هذه النظريات نحن مو مطلوبة منا، لأنه النظرية بدها فرض وطلب وبرهان. أنا مالي مطالبكم بالبراهين تبع النظريات. ومع كل هذا، هذه النظريات ممكن نستنتج منها، ممكن نستنتج منها طريقة عملية للحل. إذا طريقة عملية للحل، طريقة تجريبية للحل. هذه الطريقة اسمها طريقة تخفيض المرتبة. شو اسمها؟ اسمها طريقة تخفيض المرتبة. واضح تمام؟ طريقة تخفيض المرتبة. إذا أعيد، هناك نظريات لحل هذه المعادلة، وباعتبار هذه النظريات إلى براهين، فأنا ما لي مطالبكم بالبراهين،
بالمقابل أيضا من الصعوبة تقدروا تفهموا براهين هذه النظريات. أنا عم بقول لكم ثلاث، أنا اللي بيهمني من هالنظريات شلون بدي حل المعادلة. لقيت على أنه من هالنظريات هناك طريقة عملية للحل. هذه الطريقة العملية لحل هذا النوع من أنواع المعادلات اسمها طريقة تخفيض المرتبة. ما هي طريقة تخفيض المرتبة؟ طريقة تخفيض المرتبة هو قبل كل شيء أنه نحصل على حل واحد بالطريقة التجريبية. بالطريقة التجريبية، تجريبية، شايف كيف؟ إذا بنجرب حتى نحصل على حل. بعد ما بنصل على حل بنقسم كثير الحدود على كثير الحدود، عندئذ نحصل على معادلة أقل رتبة من المعادلة الأولانية. واضح تمام؟ هذه هي الطريقة التجريبية أو ما تسمى طريقة تخفيض المرتبة. طبعا كلياتكم رح تقولوا لي والله يا دكتور ما رح يطلع بيدنا نفهم إلا من خلال أمثلة، من خلال حل أمثلة. بلكم طبعا الحق بإيدكم، ولذلك نحن رح نحل أمثلة هلا ونأرجيكم هذا الشرح قبل كل شيء من خلال المحتوى العلمي. إذا الآن مسحنا يا ابني، نشوف شو أخذنا لهلا. إذا الآن هذا هو الفصل تبعنا، شايف الفصل تبعنا هي المعادلات، هذا الفقرات اللي بدنا نقل التعديل الرياضية هون، شغلات إدارية، شغلات اختصارها كبير. هذا قلت لكم أنا معادلاتي كلها بمجهول واحد. الآن هلا المعادلة درجة أولى هي اللي كتبت لكم إياها، وشفنا شلون من حالات أنا اللي مريت عليها، شايفين كيف، وشرحت لكم إياها، وكل حالة من الحالات أيضا مشان تتذكروهم لا أكثر ولا أقل. أن المعادلة من الدرجة نون، شايفين هذا المعادلة من الدرجة نون. هذا هو المعادلة من الدرجة نون. سواء بتكتبوا المعادلة بهذا الشكل يا ابني، أو سواء بتبدوا بكتابة المعادلة بهذا الحد وبتمشوا هيك وبتمشوا هيك وبتمشوا هيك حتى تصلوا للحد الأخير موجود. طبعا سواء كتبت المعادلة بهذا الشكل أو كتبتوها مثل ما أنا كتبتها فهو صحيح 100%. واضح تمام؟ الآن شوفوا، الآن البراهين مبرهنة بيزوت، هي نظرية شايف كيف، وهي نظرية كمان دلامبير، شايف كيف؟ الآن هالنظريات هاي ما لكم علاقة ولا لكم علاقة بها، أنا يبي من هالنظريات شايف كيف هو عبارة عن الطريقة التجريبية يلي بتعطيه تخفيض المرتبة. شوفوا الطريقة التجريبية، شايفينها، والجدير بالذكر أنه لا يمكن أن يقول هناك كذا، وغالبية الطرق المتبعة لإيجاد جذور هذه المعادلات تعتمد على الطريقة التجريبية في إيجاد أحد الجذور ثم تخفيض درجة المعادلة. هذا اللي قلت لكم عليه. واضح تمام؟ طبعا نحن بالنسبة لنا هذا الكلام ما بنقدر نفهمه إلا من خلال أمثلة، ولذا كن أمثلة رح نحل أمثلة. هذا كلها نظري بقى. الآن هي مثال، شايفينه هي مثال، وهي مثال أول. شوفوا هي معادلة درجة رابعة، هي معادلة درجة رابعة، وهي درجة ثالثة. إذا رح نحل لكم عدة معادلات مشان تشوفوا الحل بالطريقة التجريبية. تمام؟ طبعا نحن بالنسبة لنا بعدين بندخل بالمعادلات الكسرية، شايف كيف؟ إذا نحن رح نفوت مباشرة بالتمارين. هي تمارين أنا هلا، أنو تمرين بدكم لحل لكم اياه اعطوني رقمه بس فقط. يلا شوفوا أنو تمرين بدكم حل لكم اياه عشان حتى نقدر نتعلم كيفية حل المعادلة من الدرجة نون.
إذا المعادلة الخامسة، ديروا بالكم المعادلة الخامسة، السؤال الخامس هذا سهل، هذا سهل شوي، تاني بنحل لكم اياه بنرجيكم اياه انه سهل، هذا سهل السؤال الخامس. اعطوني اي سؤال من هالمعادلات غير السؤال الخامس. رقم ثلاثة اكتبوا الرقم الثالث، يلا اكتبوا المعادلة تبع الرقم الثالث، يلا يا ابني عم بستناكم. كتبت المعادلة تبع السؤال الثالث، يلا إذا الآن رح نفتح صفحة الشرح، هاي صفحة الشرح تبعنا. إذا المعادلة هي كما يلي، إذا هي عبارة عن إكس مكعب ناقص 5 إكس مربع ناقص 2 إكس زائد 24. هاي هي المعادلة، بدي أوجد حلولها، بدي أوجد الجذور تبعها. ما تنسوا شغلة أساسية، إذا بتتذكروا المعادلة من الدرجة الأولى كم حل إلها؟ المعادلة من الدرجة الأولى كم حل إلها يا ابني؟ جاوبوني أوام. يا سلام، طيب المعادلة من الدرجة الثانية يا ابني؟ معادلة من الدرجة الثانية حلين يا آلاء. المعادلة من الدرجة الثالثة، طيب المعادلة من الدرجة الثالثة كم حل إلها؟ تمام. إذا الآن هلا نحن بنعرف كم حل المعادلة، في إشكال، فمعنى ذلك بدي أوجد هون 3 حلول، 3 جذور لهذه المعادلة. شلون بنبدأ بالحل؟ بالطريقة التجريبية اللي عم أقول عليها، أو طريقة التخفيض المركبي. بناخذ الآن الحد الثابت، هذا اسمه الحد الثابت أو الحد المطلق، بناخذ هذا الحد الثابت شايفينه؟ منشوف شو الأعداد الأولية يلي بيقبل القسمة عليها، منشوف قواسمه، قواسم هذا العدد. إذا يقبل القسمة على 2 شايفينها، ويقبل القسمة على 3، ويقبل القسمة على 4، ويقبل القسمة على 6، وهكذا. إذا بنوجد الأعداد التي يقبل القسمة عليها، واضح تمام؟ بعد ما بنوجد الاعداد اللي بيقبل القسمة عليها، كل واحد بنعطيه اشارة الموجب والسالب، شايفين كيف؟ كل واحد بنعطيه اشارة الموجب والسالب يا ابني. بعد ما بنحدد هالاعداد بنبدأ الان بالطريقة التجريبية، نبدأ بالطريقة التجريبية، نبدأ بناخذ الاكس يساوي ناقص 2، شوفوا عم نمشي خطوة خطوة وشوي شوي. نبدأ بأصغر قيمة هي ناقص 2 هون، وبنبدل بالمعادلة مشان نشوف يا ترى هذا بحقق. إذا بيكون عندي ناقص 8 هون 4، إذا ناقص 20، وهون عندي ناقص بصير زائد 4، بعدين زائد 24، عم نبدل. إذا طريقة تجريبية، هلأ هون ناقص 28 وزائد 28، إذا معنى ذلك معدوم، إذا حقق، واضح تمام؟ إذا معنى ذلك هنا نستنتج بأن
الاكس يساوي ناقص 2 هو احد الحلول. شفناه يا ابني شلون لقينا احد الحلول؟ واضح يا ابني شلون لقينا احد الحلول؟ اي قلنا لكم بدنا نرجع للطريقه التجريبيه ومن خلالها منطبق طريقه تخفيض المرتبه. هلا بدي اطبق طريقه تخفيض المرتبه. شلون بدي اخفض مرتبتها؟ هي مرتبتها من الدرجه الثالثه، من المرتبه الثالثه. بدي اخفض مرتبتها وساويها من المرتبه الثانيه. شلون؟ عن طريق القسمه. ناخذ كثير الحدود، هذه اللي عم بكتبوها، هذا كثير الحدود شايفينه؟ إذا أخذنا كثير الحدود هذا بنقسمه. شو ما فهمتي وين يا إسراء؟ وين ما فهمتي قولي لي. الآن رح أرد عيد من الأول، رح أرد عيد من الأول، رح أرد عيد من الأول. الآن هلأ حتى نحل المعادلة، حتى نحل المعادلة، ديروا بالكم، حتى نحل المعادلة، المعادلة مهما كانت درجتها، سواء درجة ثالثة مثل هي أو درجة رابعة أو درجة خامسة أو درجة عاشرة، ما بيهمني. حتى نحل المعادلة شو بنساوي قبل كل شيء؟ بناخذ الحد الثابت، هذا اسمه الحد الثابت. عرفتوا الحد الثابت شو هو؟ هذا هو الحد الثابت، الحد يلي ما فيه اكسات. هذا الحد الثابت. بنوجد قواسمه، بنوجد الاعداد يلي بيقبل القسم عليها. ال 24 بتقبل القسم على 2، وبتقبل القسم على 3، وبتقبل القسمة على 4، وبتقبل القسمة على 6، وهكذا. نوجد الأعداد اللي بيقبل القسمة عليها. واضح تمام؟ جاوبوني بسرعة عشان حتى أعرف وين ما فهمتوا، عشان أشرح أكثر. أنا هلا إذا بنوجد الأعداد اللي بيقبل القسمة عليها، بعد ما بنوجدها كل واحد بنعطيه إشارة زائد ناقص. أنا هلا بعد شو بنساوي؟ بنبدأ بناخذ أصغر عدد. شو أصغر عدد؟ هو ناقص 2 مو زائد 2، ديروا بالكم، أصغر عدد هو ناقص 2. بنبدل بهالمعادلة كل إكس بناقص 2، كل إكس بناقص 2. إذا كتبنا إكس يساوي ناقص 2، بدلوا بهالمعادلة كل إكس يساوي ناقص 2. الإكس مكعب بتعطيكم ناقص 8، هاي بتعطيكم ناقص 20، هذا بيعطيكم زائد 4. وال 24 بننزلها مثل ما هي، مش الحال يا اسراء؟ اذا بدلنا كل اكس بناقص 2. ماشي امورنا، منكمل. بمجرد يا ابني ما تشوفوا حالكم في شغله ما فهمتوها، وين دغري وقفوني، لا تخلوني اكمل. ماشي امورنا الان هلا. اذا معنى ذلك باعتبارها الاكس ناقص 2 حققت المعادله، اذا هذا اول حل، هذا اول حل، هذا اول جذر للمعادله. نحن اتفقنا انه كم جذر بده يكون عندنا؟ بده يكون عندنا ثلاث جذور، ثلاث حلول بده يكون عندنا. مضبوط يا ابني؟ لقينا اول حل وسمينا هي الطريقه اللي عم نلجأ اليها طريقه تجريبيه. هلا قلنا لكم بدنا نطبق طريقه تخفيض المرتبه. شو معنى تخفيض المرتبه؟ يعني هي المعادله من المرتبه الثالثه بدي خفض مرتبتها، يعني بدي ساويها معادله من المرتبه الثانيه. حتى نقدر نصل للمعادلة من المرتبة الثانية بدي قسم، بدي قسم كثير الحدود هذا، هذا هو كثير الحدود، على كثير الحدود هذا، يعني على اكس زائد 2، هذا كثير الحدود.
بننقل الناقص 2 لهون بصير عندي اكس زائد 2، هذا هو تفسير الحلول. واضح تمام؟ هلا بدنا نقسم على الضبط مثل ما تعلمته بالمرحلة الثانوية. إذا هلا بدنا نقسم كثير حدود على كثير حدود. ماشي أمورنا؟ ماشي أمورنا؟ انتبهوا لي. حتى نقسم كثير الحدود هذا على كثير الحدود هذا، مفروض يكون كثير الحدود مرتب مرتب، يعني 3 2 1 شاكي، مفروض يكون مرتبين القوى تبعه، القوى تبعه يكون مرتبين، شايفين كيف شلون مرتب؟ بنبدا شو بنقول؟ بنقول الاكس مكعب على الاكس، شو فيها؟ فيها اكس مربع. واضح تمام يا ابني؟ اذا قسمنا الاكس مكعب على الاكس، بعد ما بنقسم بنوجد الناتج، هذا المضروبه بهذا، هذا المضروبه بها، شايفين عم اشير عليه؟ الان اكس مربع باكس بيعطيكم اكس مكعب، بنحطهم تحت بعضهم، بعدين زائد 2 باكس مربع بيعطيني زائد 2 اكس مربع. واضح تمام لهون يا ابني؟ واضح تمام؟ عم نمشي خطوه خطوه وشوي شوي. الآن بعدين شو بنساوي؟ بنطرح هذا من هاد، بنطرح هاد من هاد، هاد ناقص هاد إذا صفر، وهاد ناقص هاد بيعطيني ناقص 7 إكس مربع، شايفينها؟ هاد صفر راحوا مع بعضهم بالطرح، هذا بيعطيني ناقص 7 اكس مربع، بننزل الباقي، اذا بيعطيني ناقص 2 اكس زائد 24. بنرد بنعيد يلي سويناه هون، بنرد بنعيد يلي سويناه هون، يعني بناخذ الناقص 7 اكس مربع وبنقسمها على الاكس فقط، اذا بناخذ اول حاد وبنقسمه على أول حد بيعطيني ناقص 7 إكس. بعدين بنضرب الناقص 7 إكس بهذا كله، إذا ناقص 7 إكس دي إكس بيعطيني ناقص 7 إكس مربع. بعدين الزائد بالناقص بيعطيني ناقص 2 ب 7 14 اكس. شايفينها يا ابني؟ الان بنطرح هاد من هاد، بنطرح هاد من هاد، او اذا بدكم حتى ما تخربطوا بالطرح غيروا الاشاره واجمعوا. اذا الان غير الاشاره، غيروا الاشاره واجمعوا، هاد زائد هاد بيعطيكم صفر، هاد زائد هاد بيعطيكم، شوفوا الآن 14 من 2 بيعطيني 12 اكس، زائد 24 نزلوها. واضح تمام؟ بنرد بنعيد نفس الخطوات يلي هون او يلي هون، نجي شو بنقول؟ 12x 12x تقسيم x بيعطيني زائد 12. الآن زائد 12 مضروبة بهاد بيعطيني 12x 2 ب 12 24 زائد 20 24. الآن اطرحوا هاد من هاد بيعطيكم صفر، إذا معنى ذلك انتهت عملية القسمة، انتهت عملية القسمة. شو نتج معي؟ نتج معي هي المعادلة درجة ثانية. إذا كان عندي معادلة درجة ثالثة خفضت مرتبتها، صار عندي معادلة درجة ثانية. إذا صار عندي معادلة درجة ثانية بنحلها، بنعرف بنحلها لأقواسها، بنحللها لأقواسها.
شايفين كيف؟ ويساوي الصفر. إذا هون عندي إكس وهون عندي إكس، بدي عددين جزاؤهم 12 3 ب 4 ومجموع ناقص 7. إذا هون بحط إشارة ناقص وهون بحط إشارة ناقص. معنى ذلك الحلول إما أن يكون إكس يساوي 4 أو أن يكون إكس ماذا يساوي؟ يساوي إلى 3. هذول حلين، ها شايفينهم؟ وعندي هذا الحل، صار 3 حلول تكون بهيك حالة، حليت المعادلة بكل رياحة وأوجدت حلولها بالطريقة التجريبية وبطريقة تخفيض المرتبة. شايفينها؟ شايفينها؟ تعالوا ناخذ مثال آخر كمان أيضا. تعالوا ناخذ مثال آخر واضح يا ابني، يلي ما فهم مثل العالم والخلق، يلي في شغلة ما فهمها بسمع هلا بمثال آخر. مسحنا إذا، مسحنا، تعالوا نفوت الآن على الصفحة تبعنا. هي الصفحة تبعنا الآن، حي الله تمرين كمان أيضا لحل لكم يا تشتغلوا عندئذ بالباقي بالبيت. تمرين 7، اكتبوه، يلا اكتبوا التمرين 7، المعادلة رقم 7، اكتبوها يا ابني يلا. مسحنا، فوت بصفحة الشرح تبعنا، هي صفحة الشرح تبعنا. إذا التمرين هو على الشكل التالي: إكس مكعب، بعدين ناقص 2 إكس مربع، بعدين ناقص 16 إكس، بعدين زائد 32 يساوي الصفر. المطلوب مني حله، يعني اوجد جذوره، اوجد الحلول، بدي اوجد 3 حلول. الان بنمشي خطوه خطوه مثل ما اشتغلنا قبل بشوي. تذكروا، انتبهوا لي يا ابني، اول شغله شو بنساوي؟ بناخذ الثابت، هذا الحد المطلق او الحد الثابت، بنشوف قواسمه، بنشوف الاعداد اللي بيقبل القسم عليه. اذا 32 يقبل القسم على 2، يقبل القسم على 4، يقبل القسم على 8، يقبل القسم على قديش هلا؟ على قديش؟ على 16. وهكذا بنشوف قواسمه، بنشوف الاعداد اللي بيقبل القسم عليه. غالبا 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 بكفيني انا 3 اعداد، ما في داعي اخذ اكثر. غالبا بكفيني انا 3 اعداد، بس لاوجدهم بعطي كل واحد اشارة موجب وسالب. شايفين كيف عم نمشي خطوة خطوة؟ بعد ما بنحدد الاعداد بنبدأ بنجرب، نبدأ نجرب، نجي بنقول إذا كانت إكس يساوي ناقص 2، مش صغير بنجرب، هذا الصغير قبل كل شيء، بنجرب، بنبدل بالمعادلة، رح نبدل بالمعادلة، ماشي يا إسراء، نبيه، آلاء، بدلوا، إذا قيموا الإكس حطوا ناقص 2، بيعطيني ناقص 8. بعدين
ناقص 4 باتنين بيعطيني ناقص 8، بعدين زائد 30 32 زائد 30 32، ونجي بنسأل نفسنا هل يساوي الصفر؟ بتحقق المعادلة، بتتحقق المعادلة، شوفوها بعد ما بدلنا بيطلع الناتج يساوي الصفر. لا تمام، شايفينه؟ إذا معنى ذلك هي لا تحقق. ناخذ يلي بعدها، شو يلي بعدها؟ يلي بعدها اكس يساوي 2، ها؟ اكس يساوي 2، شوفوها، ناقص زائد، بدينا بالناقص بناخذ الزائد. هدول ما اشتغلوا، بنبدا بالناقص 4 بناخذ الزائد 4، بعدين ما اشتغلوا، بنبدا بالناقص 8 بعدين بناخذ زائد 8. واضح تمام يا ابني؟ سكر المايك يا عبد الله. ماشي امورنا؟ اذا الان تعالوا نبدل، بدوا بالمعادله. اذا كل اكس بدي بدلها ب 2، اذا اول واحد 8، بعدين ناقص 8، بعدين ناقص 30 32 زائد 30 32. بنجي بنسأل هل يحقق الصفر؟ شوفوه، ممتاز. إذا بحقق، طالما بحقق بنجي بنقول له إذا ومنه معنى ذلك إكس يساوي 2 هو أحد الحلول. هو أي أحد الحلول، شفنا؟ شفنا شلون طالعنا الحل الأول؟ شفت شلون طالعنا الجذر الأول؟ بعد ما بنطالع الجذر الأول نجي منقسم كثير الحدود، هذا هون رح أكتب لكم إياها. إكس مكعب ناقص 2 إكس مربع ناقص 16 إكس زائد 30 32، منقسمه على كثير الحدود إكس ناقص 2. هي 2 بنقلها لهالناح بتصير إشارتها ناقص 2. شفناها يا ابني؟ واضح تمام الشغل؟ الآن هذا المفروض يكون مرتب، يعني قوة 3 بعدين قوة 2 بعدين قوة 1 وهكذا، ديروا بالكم. إذا مو مرتب ما بيطلع بدنا نقسم. بنبدأ بالقسمة، نجي بنقول إكس مكعب على إكس، شو فيها؟ فيها إكس مربع، بنضرب الإكس مربع بهذا، إكس مربع بإكس بيعطيني إكس مكعب، بعدين ناقص 2 بإكس مربع ناقص 2 بإكس مربع، بنطرح هاد من هاد، بنطرح هاد من هاد، بنلاحظ على انه هاد بيروح مع هاد وهاد بيروح مع هاد لان الناتج صفر، شايفينه؟ بننزل الان اللي بعده، اذا بننزل ناقص 16 اكس زائد 30 32، الان بنقسم هاد، هاد شايفينه هاد، بنقسمه على اكس، اذا فيها ناقص 16، بنضرب الناقص 16 بهذا بيعطيني ناقص 16 اكس، الناقص بالناقص بيعطيني زائد 16 ب 2 بيعطيني 30 32، بنطرح هاد من هاد وهاد من هاد بيعطيني صفر. اذا معنى ذلك كان عندي هذه المعادلة، كانت عندي هذه المعادلة، خفضت مرتبة طلعت عندي المعادلة هي إذا تساوي الصفر، كان عندي معادلة درجة ثالثة، خفضت مرتبة طلع عندي معادلة درجة ثانية، شايفينها يا أبني؟ بنحلها إذا ها لقوسين ها ويساوي الصفر إكس، وهي هون 4 وهي هون اكس وهي هون 4، وحده ناقص وحده زائد. اذا معنى ذلك اما ان يكون اكس يساوي 4
أو أن يكون إكس ماذا يساوي؟ يساوي ناقص 4. هذول هن الحلين، شايفينهم؟ هذول هن الحلين. ونكون بهيك حالة حلينا المعادلة من الدرجة الثالثة كمان أيضا. شو رأيكم؟ أوجدنا حلول المعادلة من الدرجة الثالثة. أول شغلة بنستخدم طريقة تجريبية، ثاني شغلة بنستخدم طريقة تخفيض المرتبة. ماشي أمورنا؟ تعالوا الآن لنشوف بالمحتوى العلمي شو مكتوب يا ابني بالمحتوى العلمي. أي محتوى العلمي؟ إذا الآن ها إذا هذا ما بدي إياه. هذا من وين؟ قلنا لكم النظرية بدها الآن. هي أول معادلة، نوجد القواسم ومنقسم، بيطلع عندي ثانية من حلة، تطلع عندي الجذور بكل رياحة. هاي مثال محلول، شايفينه؟ هاي مثال محلول، هاي مثال آخر محلول. شوفوا هون المعادلة درجة رابعة، معادلة درجة رابعة كمان. أيضا بناخذ ال24، نوجد القواسم، منفتش على قاسم، منفتش على أحد الحلول، منقسم هذا على هذا القاسم، يطلع عندي معادلة ثالثة. ناخذ 12 كمان، أيضا بنوجد قواسمه، منفتش على أحد الحلول لهالمعادلة ومنقسم، بيطلع عندي معادلة درجة ثانية، شايفينها؟ وبالتالي الحلول 4 حلول، هذول هن، شايفينها؟ أي مثال أعطيناكم إياه. نأتي الآن إلى المعادلات الكسرية. المعادلات الكسرية بسيطة جدا جدا للغاية. هي معادلة كسرية، شوفوا يعني فيها كسر. حتى نحلها ما عندي غير فقط إنه نوحد المقامات. نوحد المقامات، بعد ما بنوحد المقامات بنحذف المقام المشترك، بيطلع عندي معادلة كسير حدود نتيجة اللي مرت قبل بشوي. شفتوا شلون بنحل المعادلات الكسرية يا ابني؟ هكذا نقوم بحل المعادلات الكسرية. إذا المعادلات الكسرية شغلتها سهلة، فقط إنه نوحد المقامات. بعد ما بنوحد المقامات نحذف المقام المشترك، بنكون أمام معادلة كثيرة حدود. بنكون أمام معادلة كثيرة حدود. أي مثال؟ شوفوا المثال، وحدوا المقامات بيطلع عندي هاي المعادلة، فكوا الأقواس بيطلع عندكم المعادلة عادية، عندئذ بنحلها. شايفينها؟ لأن هلا نحن قبل بشوي أخذنا المعادلات يلي في لها مجهول واحد. هون عدد المجاهيل هي فقط للاطلاع. شايف كيف؟ ما ندخل بحلول أبداً. عندي معادلات متعددة المجاهيل، في عندي المعادلات الخطية، هي معادلة خطية، هي معادلة خطية، هي معادلة خطية، شايف كيف؟ ما بنشتغلها لأنه نحن ما عندي المعادلات غير خطية، هي معادلة غير خطية، كمان أيضا ما بنشتغل. فقط إذا يلي بيهمني أنا المعادلات المجهول حلولين ومسائل. أنا حليت لكم تمرينين، وفي تمرينين محلولين، قد صار عندكم محلول؟ 4 تمارين. ارجعوا الآن هلا بالبيت تتعلموا تحلوا بقية التمارين مشان حتى تتذكروا شو أخذنا. ماشي أمورنا يا ابني؟ ماشي أمورنا؟ في مشكلة عندكم؟ في شيء صعبان عليكم؟ إذا الآن هلا خلصنا، إن شاء الله الأسبوع القادم بترجعوا لنفس البرنامج تبعكم. الأسبوع القادم بنرجع على نفس البرنامج تبعكم، ونبدأ إن شاء الله بالفصل التالي. هلا بدكم الله يعطيكم العافية، باي باي، مع السلامة.